ما أقبح النفوس التي تحاول النيل من الشريعة الإسلامية الغراء، وما أبشع الأقلام التي تخط بيمينها لتهدم رموز الأمة وتشوه صورتها وتنال منها، في وقت نتساءل فيه هل عجزت الأمة عن إخراج مفرزة من العلماء للدفاع عنها؟ أين العلماء؟ وأين الدعاة؟ وأين الوعاظ؟ وأين المسلمون؟ وأين الأمة؟ هل تحقق فينا قول القائل حينما قال: يود الفتى أن يجمع الأرض كلها إليه ولما يدري ما الله صانع؟ فقد يستحيل المال حتفا لربه، وتأتي على أعقابهن المطامع، ولست بعلام الغيوب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة، وفي الأرض طرق جمة ومنافع. فيا قوم هبوا، إنما العمر فرصة، وفي الأرض طرق جمة ومنافع. أرى أرؤسا قد أينعت لحصادها، فأين ولا أين السيوف القواطع؟ أهبت فعاد الصوت لم يقض حاجة إلي، ولباني الصدى وهو طائع. لكن من خلال هذا المنبر في هذه الحلقة نكشف الخمار والنقاب ونكشف الستار عن الأيادي التي تحاول النيل من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل وتقويض هذه السنة في شخصية صحابي جليل روى أكثر الأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو أبو هريرة شيخ المضيرة عليه رضوان الله. حينما لم يقدروا على النيل من السنة حولوا حيلهم وسمومهم وحسدهم وحقدهم للنيل من أبي هريرة، فزوروا في تاريخه هذا الرجل الصالح. هذه الحلقة بعنوان التزوير في تاريخ أبي هريرة. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل، أو كما يسمونه شيخ المضيرة، تلك الوجبة الطعامية الغذائية التي كان يأكلها على مائدة معاوية بن أبي سفيان، واتهم بالتشيع لبني أمية. أبي هريرة اتهم بكثرة الرواية عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأصبحت كثرة الرواية عيب يقدح به صحابي لم يمكث مع الرسول سوى 3 أعوام أو 2.5 العام كما تقول كتب التاريخ، فأن له أن يروي كل هذه الأحاديث، وبالتالي هو رد وهو باطل عند من نفوسه شريرة لا تتحمل الخير. إذا كان أبو هريرة قال بلسانه في كتب التاريخ: أنا رجل لا أمسك الكلام، أو فيما معناه لا أحفظ الكلام، أبو هريرة قال هذا الكلام، هكذا نقرأ في كتب التاريخ، فكيف يروي كل هذه الأحاديث التي تجاوزت الآلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يحفظ الكلام؟ ماذا عن حديث الوعاءين؟ وهل كان أبو هريرة بالفعل متشيعا لبني أمية؟ وأسئلة أخرى كثيرة شائقة وشائكة الخوض فيها كأنما نسير على حسك، صدفنا لها واحدا من الذين يتصدون لعلم الحديث، الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي. مرحبا بكم، حياكم الله. التاريخ حياك الله. الحمد لله. كيف أصداء اللقاءات معك شيخ خالد؟ والله الحمد لله، يعني بفضل الله الإخوة الذين يتابعون هذه الحلقات يعني اتصلوا بي من السويد، ولعل بعضهم يرانا الآن، لأننا كنت في السويد والنرويج والدنمارك منذ 2 أو 3، والحمد لله سمعنا أصداء طيبة وجاءت رسائل، ولله الحمد. ما أردنا من هذه الحلقة هو تجلية الصورة وإزالة الغشاوة والذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، وإظهار الصورة الجميلة الناصعة البيضاء لتاريخنا المزهر المشرق الذي نتفاخر به بين الأمم، كما أنه كان لنا رسالة أخرى وهي رجوع الأمة إلى الكتب الموثوقة والتحقق من كل ما يقال وما يسمع، حتى لا نسمع لأي أحد أن يقول أي شيء، ولكن هكذا شيخ خالد، لأن الدين إنما هو رواية،
حتى لو وثقنا فيه وأحببناه لابد أن نتيقن وأن نسأل الذي يقوله هذا هل هو حق أم باطل، لأن الصحابة كانوا يدققون حتى في الكلمة رغم أنهم يعني يحبون. إذا قال صحابي كلمة مثلا هل يطلبون منه شهود مثلا أدلة وبراهين على ما يقول؟ أحيانا إذا لم يبلغهم الحديث واستغربوا من الرواية كانوا يتحققون، وسننظر في قصة أبي هريرة وفي حياة أبي هريرة كيف أنه ذكر حديثا مرة فسمعه أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو ابن عمر فاستغرب منه، وهو أنه من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، لم يسمعه ابن عمر من قبل، فأخذ بيده إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم صدق أبو هريرة. فعندها قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد فاتنا قراريط كثيرة أو قراريط كثيرة، سنرى لماذا اتهم أبو هريرة رضي الله عنه بكثرة الرواية رغم أنه فعلا عدد سنواته التي قضاها مع المصطفى عليه السلام قليلة. طب هذا اتهام موجه لا سيدي كثرة الرواية، وصلت أحاديثه تقريبا 5000 تقريبا الحديث التي رويت 5371 حديثا، وهذا ليس هذا المكرر بالمكرر منها، يعني إذا صفيناها سنرى أن مجموع الأحاديث 1300 حديث فقط، واشترك معه لا دعني معذرة من حضرتك، يعني قيل في كتب التاريخ أن أبو هريرة لم يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يسير معه إلا 3 أعوام تقريبا يعني أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ثم أنه ذهب إلى البحرين كان عملا بالبحرين، فكيف روى كل هذه الأحاديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أولا دعني أن هذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة. أن أبو هريرة رضي الله عنه مكث بالضبط 4 سنوات وشهرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عند غزوة خيبر وثبت في التاريخ أنه شهدها، فإذا حسبنا هذه المدة هو قد مكث 4 سنوات وشهرين مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء في كتب التحقيق. أبو هريرة رضي الله عنه ترى شيء أنا أريد أن يعني أقدمه بين يدي كلامي باختصار، ونحن أطفال صغار إذا سمعنا هذا الاسم عندنا حب فطري لأبي هريرة، حتى إذا تسأل إخواني وأخواتي المشاهدين الآن سيروا حب فطري وجاذبية لهذا الصحابي. لماذا؟ هذا حديث في صحيح مسلم، ومن علامات صدق النبوة أنه لا يبغض هذا الصحابي الجليل إلا من كان فيه نفاق وكان فيه دخل. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله أمي أسمعتني فيك ما أكره، فادع الله لها يا رسول الله، فدعا الله لها بالهداية. لم تكن مؤمنة. لم تكن مؤمنة وقتها. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه فسمع على الباب خضخضة الماء، فلما أراد أن يدخل كان دائما يستأذن على أمه، قالت له مكانك يا أبا هريرة، فلبست درعها وخمارها وفتحت الباب وهي تقول يا أبا هريرة أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من شدة الفرح كما جاء من قبل يبكي من شدة الحزن، وأخبره بتلك البشرى. فلما سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسر بهذا الخبر قال له أبو هريرة يا رسول الله أدعو الله ألا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني أنا وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبدك هذا إلى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة فلا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى هذا الصحابي المظلوم، اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبو هريرة، نحب أبو هريرة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نكون معه، أحسنت حتى نحشر معه على الأقل. أحسنت، وهذا من علامات الصدق النبوة، تجد النساء والرجال حتى الأطفال يعني يحبون هذا الصحابي. كتلميذ لكم بجانب الفلاة نحن نحب أبو هريرة بالفعل ولم نقرأ عنه شيء، لكن حينما أقرأ عن أبي هريرة لم أجد المؤرخين قد اتحدوا على اسم معين لأبي هريرة. أحسن. وكأن هذه الشخصية غير معروفة، أبو هريرة هكذا لا نعلم له اسما معينا، أو كما أقرأ في كتب التاريخ صحح لي هكذا قرأت. اللبس جاء أن بعض الصحابة، فهل هذا تعتيم على أبي هريرة يريد أن يواري هذه الشخصية أن يزيحوها من التاريخ؟ لماذا أبو هريرة تحديدا؟ لأن الطعن في أبي هريرة طعن في السنة وطعن في الرسالة وطعن في مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا طعننا فيه طعنا في عامة الأحاديث التي جاءت، وطعنا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بشدة الحفظ
ودعا له بالخير ودعا له بالمحبة، وسيأتي معنا إن شاء الله. لكن أنت تكلمت عن الاسم، بعض الصحابة كان لهم أكثر من كنية فكانوا يعرفون بكناهم، وهذا ما جعل اللبس عند البعض. هذه طبيعة البيئة آنذاك. طبيعة البيئة آنذاك. أبو هريرة أولا هو من أهل اليمن من قبيلة دوس، اسمه ضبطا عبد شمس ابن صخر الدوسي. فلما أسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه، بدل عبد شمس سماه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه من قبيلة دوس. ومعلوم عمره الذي قضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم سنة وفاته، مات سنة 57 للهجرة، وقيل 58 وقيل 59، مكث 47 عاما بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في كل مكان. إذا حسبنا، أنا لو أحد معه الآن آلة أو آلة حاسبة، 5371 حديث، إذا قسمناها على عدد أيام أبي هريرة، لو قلنا أنه عاش مع رسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات وشهرين، يعني 1460 يوما، سيأتي المجموع إذا حملنا هذه القسمة 3.5، يعني 3.5، كأنه كان يحفظ في اليوم 3.5، كأنه كان يحفظ أو يروي في اليوم 3.5. إذا قلنا أن هذا بالمكرر، يعني لو قسمنا 1300 حديث على حديث غير مكرر اللي هي غير المكررة، لو قسمناها على عدد أيامي سيأتي أنه روى في كل يوم من حديث. العجب ممن يتهم أبي هريرة بكثرة الرواية أن الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، ووضع صحيحه من 600,000 حديث. ماذا يقول في الإمام أحمد بن حنبل وكان يحفظ مثل هذا العدد أيضا، حوالي 500,000 حديث أو 400,000 حديث؟ نقول كان يحفظ 1,000 حديث، أرقام فلكية بالضبط. بل ماذا يقول عن العرب الذين تميزوا بقوة الذاكرة، حتى أن بعضهم كان يحفظ الأشعار التي تقال من أول مرة، يعني فيهم بعضهم اسمه حماد الراوية، هذا كان أعلم الناس بأيام العرب. العجيب أنه يعلم أخبار العرب وأنسابها ولغتها، على كل حرف من حروف المعجم وضع أو كان يحفظ 100 قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية. أنت صحيح. تتكلم عن ملكة كانت في العرب، كانوا يعتمدون على الذاكرة والحفظ. دعك من هذا، أنا أتكلم الآن عن أبي هريرة، لو قلنا أنه سيء الحفظ، لكن معذرة تتم لهذه، هو قال أبو هريرة عن نفسه كذا، وسطرت كتب التاريخ أنه رجل لا يمسك الكلام ولا يحفظ، وهذا في صحيح البخاري. أنا لا طب احنا ما نقرأ ويخرج بعض الدعاء على الفضائيات يقولون أن أبا هريرة لم يحفظ. الشيخ محمود أبو ريا الأزهري المصري العربي المسلم قال هذا الكلام عن أبي هريرة بالكتب، هو جاء بأغاليط، وهذه الأغاليط لو أنه المضيع. رجع نعم لو أنه رجع إلى أئمة الحديث الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، روى هذا الحديث عن أبي هريرة نفسه، قال أبو هريرة كنت سيء الحفظ طيب حين أسلمت، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح كساءك، ففتحت كسائي، ثم قال له ضمه إلى صدرك، فضمه، فما نسي حديثا بعده قط. هذه القصة، قصة بسط الثوب، أخرجها الأئمة، يرجع لصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد والنسائي وأبي يعلى وغيرهم من أهل السنة. إذن أنا يعني من رواها توقف عند منتصف الطريق، ما أكمل الرواية ولا تقربوا لا تقربوا الصلاة. وهذا هو الذي يحدث من تزوير التاريخ، لا حول ولا قوة، أنهم يأخذون نصف الحقيقة ويبترون نصفها على غرار من يقرأ قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة، ويقول يا جماعة القرآن نهانا عن الصلاة، أكمل الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أو رجل قال طريقة الاستدلال الخاطئة، قال أنا لا أصلي، لماذا لا تصلي؟ قال إن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من جهله يستدل بالقرآن على هواه. وأنا وسع لا أصلي مثلا، أحسنت، إما أن يأتي النص مبتورا، وإما أن يكون سوء فهم، أن يقرأ النص ويسيء فهمه، كما نقول لعلة في نفس يعقوب، أنه يدخل على التاريخ وعنده عصبية وعنده هوى وليس عنده حياد علمي. وأزيدك على ذلك أن كل هذه البؤر التي شوهت التاريخ كان من أساسها وأصولها والذي أشاعها في الأمة هذا اليهودي المستشرق جولدستيهر، وأنا أخبرت قبل هذا أنه كان من بعض الرهبان الذين تعلموا
تعلموا اللغة العربية وتعلموا علوم الشريعة في الأندلس، ثم عكفوا بعد ذلك على ما يجدونه كثغرات حتى يطعنوا في المنهج. اصطدموا بالقرآن أنه محفوظ، فبدأ الطعن في السنة، ثم في الرواه وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم في التاريخ. يعني هم بداية ما استطاعوا أن يطعنوا في القرآن، اصطدموا فحاولوا بالقرآن بالسنة، فحاولوا في السنة ففشلوا في عدالة الصحابة، وهذا ما يدندنون حوله الآن، ثم في وقائع التاريخ المزورة غير الصحيحة. والتاريخ حينما نأخذه الآن من كتب الموثقة، يعني في بعض كتب الأدب التي تذكر الطرف والملح، هذه الكتب ليست معتمدة عند أهل الحديث. تروج في الفضائيات يا شيخنا. نعم. يعني من يتكلم بها ومحبب ندى قلوبنا جميعا، هذا شيء طيب. يعني والله هم يقولون يتحول الدين الآن إلى روايات وإلى قصص. نعم، الدين فيه أحسن القصص، ولكن نحذر، القصة الموضوعة وغير الصحيحة تبني في الأمة فهما، وينبني على هذا الفهم عمل. نعم. وتنبني عليها أحكام. فإذا أشاع في الأمة هذه الفوضى وذلك الفساد والضلال، ضاع منا الدين من أصله، لأن عصمتنا في ماذا؟ عصمتنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفهم الصحابة وسلف الأمة رضي الله عن الجميع. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلاتكم مع البرنامج على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. أضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور خالد عبد العليم، الداعي الإسلامي الكبير. موضوع حلقتنا التزوير في تاريخ أبي هريرة الصحابي الجليل. لماذا يحاول الآخر التزوير في الأحاديث التي رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يقصد من هذا نسف السنة؟ وإذا كان كذلك، هل صح من قولهم شيء؟ ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بنا وبهم في هذه اللحظات؟ تواصلوا معنا عبر الأرقام المبينة على الشاشة الآن، نحن في الانتظار. أهلا وسهلا بكم دكتور خالد عبد العليم. الآن هناك بعض الجماعات من المسلمين يقولون أنهم جماعة القرآنيون لا يؤمنون بالسنة أصلا. نعم. فماذا تقول لهم؟ أقول لهم أنهم أولا أساءوا فهم القرآن الكريم، وجاءوا ببدعة ضالة، وهم في نفس الوقت أكدوا على جهلهم وعدم معرفتهم بآيات القرآن الكريم، لا بأسباب النزول ولا بتفسيره ولا بمعانيه، لأن القرآن حجة عليهم. القرآن ماذا قال لنا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نحن مأمورون بالقرآن نفسه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نقول لهم أن الذين نقلوا السنة حفظ الله تعالى السنة، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، وبالذات في أبي هريرة، لأن في أسباب تدل على أن كثرة مروياته إنما كانت سببا في حفظ السنة، وهناك أسباب لكثرة الرواية، شدة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة، كان من أهل الصفة، دعاء الرسول له. كيف دعاء الرسول له؟ زيد بن ثابت كان في المسجد معه رجل وأبو هريرة، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحدثون، فلما جلس بينهم سكتوا، فقال ارجعوا إلى ما كنتم فيه. قالوا ادعوا الله لنا يا رسول الله. فدعا أحدهم فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الثاني فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء دور أبو هريرة فقال وأنا أسألك يا رب ما سأل صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. الله. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاهما يا رسول الله ونحن نسألك علما لا ينسى. قال سبقكما بها الغلام الدوسي. فكان هذا من دعاء الرسول له صلى الله عليه وسلم. فالرسول دعا له، وحديث الكساء حينما ضمه إلى صدره. الأمر الآخر أن ما أشيع عن أبي هريرة أشيع في حياته وليس بعد موته. في صحيح البخاري هو بنفسه قال أبو هريرة يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، وسأخبركم عن ذلك. ده اللي بيكلم أبو هريرة، أبو هريرة نفسه، وفي صحيح البخاري هذا الكلام، هذا النص في صحيح البخاري. نعم. قال إن إخواني من الأنصار كانوا أهل زراعة يشغلهم العمل في الأراضي، أراضي الزراعية، وإخواني من المهاجرين تجار كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأنا رجل كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني على طعامي لا أريد شيئا، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم يوما
أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديث هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لن ينسى شيئا سمع. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثت بشيء أبدا، وهي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له أن نطعن بعد ذلك وأن نقول لماذا كان يكثر الرواية؟ كفى، أحسنت ردا وحجة قوية. معنا أخونا سمير الكريم من دبي. أخ سمير، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ محمد خالد؟ رضي الله عنك، الله يكرمك. الحمد لله. أستاذنا الدكتور خالد عبد العليم، مرحبا أهلا وسهلا بكم. أنا أخوك سمير رشاد، كيف حالك؟ مرحبا أهلا وسهلا بكم. شيخ خالد، كنت عاوز أسألك، أبو هريرة لم نسمع أنه دخل أي معركة أو غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لماذا؟ وهل كان في يعني مر عليه وقت ما كانش فيه غزوات أو إيه بالضبط؟ كنا عاوزين نعرف لو سمحت. أحسنت. شكرا. بارك الله فيك أخي. نعم. معنا أخونا الكريم محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب، الله يجزيك الدكتور خالد على المعلومات القيمة في كل أسبوع. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. إن شاء الله تعالى بالأيام القادمة على كل هذا على الويب سايت على الدكتور خالد إن شاء الله حيكون مشاهد إن شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله، أحسنت. بارك الله فيكم. كريم، هناك في معلومة بسيطة مثل ما تفضل، بين سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وبين الرواة الآخرين حاول أحد أهل الحديث يجمع، فوجد فقط 12 حديث منفرد فيهم. يعني لو حاول أي إنسان في التاريخ من التزوير ما رح يجد أن يعني أن سيدنا أبو هريرة روى أكثر من غيره. فلماذا التشديد على سيدنا أبو هريرة ومثل ما تفضل الدكتور خالد هو عبارة عن لغي قسم حوالي 80% من السنة الشريفة، ولكن سيدنا أبو هريرة مع مجموعة الصحابة الآخرين والرواة الآخرين ما انفرد بشيء كبير لوحده، حتى نقول أنه سيدنا أبو هريرة عبارة عن رجل لا سمح الله أنه والله تقول أو أنه حديثه غير صحيح أو كذا. الحديث كلها صحيحة عن سيدنا أبو هريرة، والانفراد بها بشيء بسيط. إذا لا مجال لأن يستطيع أي إنسان بإذن الله تعالى أن يدخل في هذا المجال وأن يلغي شيء من السنة الشريفة حتى ولو تقول. والأمر الآخر، في زماننا اليوم الإنسان يطلب من والدته الدعاء له بالحفظ، فكيف بدعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو هريرة دعا له بالحفظ؟ فلا نرد أي حديث عن سيدنا أبو هريرة بعد الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يكرهه فهو منافق. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي محمد. أختنا الكريمة إيمان من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. في الحقيقة أنا أحب أول أشكر العاملين على البرنامج، وأنا من أحباء قناة الشرق خصوصا برنامج دينية، يعني متابعها باستمرار. وإن النهاردة أنا بتكلم يمكن موضوع خارج النطاق ولكن هو موضوع مهم. أولا أنا الحمد لله رب العالمين وفقني الله سبحانه وتعالى إني أكون سبب في إعلان إسلام عدد من البشر. كنت أنا سبب يمكن يكون غير مباشر، وإنما كان لي دور وإن كان بسيط، فأجر الصواب عند الله سبحانه وتعالى. معي حضرتك؟ نعم. الموضوع باختصار شديد إن إحنا طبعا في عملية تهجم كبير على الدين الإسلامي والرواة وكتب الحديث صحيح البخاري، وبيستدلوا من الكتب اللي إحنا بنتبعها أو تفسير القرآن كسلاح ضد الإسلام. الموضوع كله يا سيدي الفاضل ان طبعا ممكن شوف اكتر من برامج، في ممكن برنامج معين يعني كان هو بيبص تفسير القرآن من خلال الطريقة يعني خلال دين الإسلام يعني. الدين كل موضوع ان ما لقيتش حد واسي شافي يرد رد يقدر ان هو يحد من هذا. هما طبعا بيتابعوا إسرائيليات وبيتابعوا كتب الشيعة وليس كتب السنة. سياريت سيدنا الشيخ الدكتور خالد يتفضل برد مباشر حتى لا يكون الذين بقبولهم ضعف ان هم يحتزلوا وما يقدروش ان هم يفهموا الدين الاسلامي كما ينبغي. دي حاجة يعني احنا صحيح البخاري يمكن في 3000 حديث رفضهم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فالتفاسير بتبقى على حسب
احنا بناخد كل ده من الروايه عندنا، من الامام البخاري، من صحيح مسلم، من صحيح قرطبي او سائر. ولكن انا شايفه ان احنا لازم يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الاسلام دين حق. نعم. والحق حق ان يتبع. صحيح، احسنت اختي. نعم. اتمنى من الله العلي العظيم ان يرد هذه الاساءات التي تسيء الى سيدنا محمد نبي الامه. يا رب باذن الله تعالى. ان شاء الله بكم يعني. بارك الله فيك، تحت امرك اختي. شكرا لك. اشكرك يا فندم. اشكرك. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر، ابو مبارك من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي، تفضل. احييكم واحيي الشيخ الكريم. حياك الله وجزاكم الله على هاي البرامج الطيبه وعلى الجهود اللي تبذل من قبل المسؤولين والموجهين عن هذه. نسأل الله أن ينفع بها العباد والبلاد إن شاء الله. يا رب يا رب. كل ما نفكر فيه نحن الآن الحمد لله في نعمة من الله، مستوى العلم، العلماء، علم الدين وعلم التاريخ ومستويات والوسائل العلمية والوسائل الحفظ كلها متوفرة ولله الحمد على أحسن مستوى. لكن كل ما ينقصنا أن ما في توثيق أو تحقيق للأمور هذه. نسمع عن كثير أن التدليس في مستوى الصحابة والعلماء والأحاديث وصلت هذا المستوى، لكن ما نرى من يعمل هذا الشيء ويوثقها ويعمل كتب أحاديث أو كتب تاريخية خاصة والباقيات إشارة إليها أن هذه مشبوهة. مثل موقف عثمان رضي الله عنه لما أعمل في القرآن وأصبح هذا كل مسلم يعني ما عنده مصحف غير هذا المصحف، مصحف هذا القرآن. ف يعني الآن نحن نسأل من المسؤولين والعلماء المسؤولين والناس اللي وراء هذه أنهم ينتبهون لهذه الأمور. ليش ما يعملون عمل توحيد وتمحيط الكتب ويقولون هذا صحيح يا أمة الأسلام، يا أمة العرب، يا أمة العالم، هذا صحيح والباقي غير صحيح ومش مسؤولين عنه أمام الله، ومن يتخذ بهذاك الخير نحن براءة أمام الله. فهذه عن الحادث كثير نسأل عنها، كانوا عرب والمسلمين ويتخذونها ذريعة من أجل يترزقون وراها ويجيب لك الحديث المكذوب أو المدسوس أو صح. يتطاول عليه بالأسلام والمسلمين، وفوق هذا يظهر أمام الشاشات والكتب، وفوق هذا في وسائل إعلام نثبته. وما بين نشوفكم أنت جزاكم الله خير الناس تقنع بكم، لكن ليش ما يكون وراهم عمل كتب أو عمل مراجع خاصة بالشيء صحيحة؟ والله أحسنت أحسنت. نقول مش مسؤولين عن هذا واحد. اثنين، مع الأسف أنا يوم الجمعة تقريبا الساعة 10 وشيء سمعت لقاء في تلفزيون دبي، وكانت وحدة حرمة مسلمة من أسبانيا دون التسمية بتقول أن شو بتقول؟ بتقول أن فتح الأمريكا مش كولومبس المسلمين. كيف بتقول هذه مخطوطات موجودة الآن عند المسلمين موجودة وأن المسلمين قبل كولومبس بثلاثين عام؟ وين نحن وسائل يعلمون العرب والمسلمين أن كولومبس؟ وين أنتم نايمين؟ وين العالم نايم عن إعطاء الشباب المسلم والعربي التاريخ مزيف وغير محقق؟ فنرجو من الناس المسؤولين عن هذه أمانة عندكم أن تعطون الشيء الصحيح والنافع للأمة العربية والمسلمين، وجزاكم الله خير. أحسنت أخي أبو مبارك، شكرا لك. يعني هكذا يكون التدليس والتزوير والتحريف. طبعا المسلمون فتحوا أمريكا ويقال في التاريخ كولومبوس والمسلمون. نعم. هم موجودون إن شاء الله، نأمل خيرا بإذن الله تعالى. الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أحمد من ليبيا. أخونا أحمد من ليبيا، السلام عليكم. ألو، نأخذ اتصال. ألو أخي أحمد. ألو. يا مرحبا سيدي، تفضل. ألو. يا مرحبا أخي أحمد، تفضل. حاول مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أخونا أبو علي. أبو علي من العراق، تفضل سيدي. السلام. تفضل أخي أبو علي. تفضل عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم لهذا البرنامج المبارك. وعليكم السلام. الدكتور خالد عبد العليم، الله يدين بركاته إن شاء الله. مرحبا بك يا أخي. ويعطيكم لما فيه خير وصلاح هذه الأمة والإسلام. بارك الله فيك يا أخي. أنا بس عندي مداخلة بسيطة. نعم. مداخلة بسيطة وتكون الإجابة عليها إن شاء الله بالقدر الذي تستطيع إن شاء الله وأنت تستطيع لهذا الأمر. أنا عندي كلمة إنه
نخلي يكون البرنامج ان شاء الله عام وشامل لكل المسلمين، وارجو اخراج برامجنا الاسلاميه، لانه هذه الادوات التي تعرض على الفضائيات ونشاهدها الكثير من حتى من الذين ينشرونها ومن الذين يضعون الامور التي من شأنها ان تقلل من قيمه تراثنا الاسلامي وحديثنا وائمتنا الاطهار وغيرهم. الابتعاد من الامور التي تجعل او تزرع الضغائن في نفوس الناس. الكلام عام للمسلمين كافه والتوجيه كله والمعايير واحده وعدم القدح بالجوانب حتى من المستمعين حتى من المشاهدين. الرجاء انه هذه البرامج ان شاء الله هذا البرنامج المبارك متابع من كل الناس هنا عندنا ان شاء الله وبرنامج ناجح، فارجو ان يكون البرنامج للكل والمقاييس مالته تكون مدروسه كامله حتى لا تترك المجال لاي من يريد ان يلقي بها مع الصافي ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا سيدي ابو علي من العراق، بارك الله فيك وجزيت خيرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور طه. ايوه حياك استاذ محمد. انا اولا بشكرك على لمساتك الطيبه وبرامجك الجميله، بارك الله وعلى سمتك وعلى هديك وعلى اسلوبك اللي الكل بيتعلم منه في كيفيه اداره البرنامج. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعله ميزان حسناتك وميزان جميع ضيوفك ان شاء الله. بارك الله فيك. الحقيقه اتمنى ان يعني اضم صوتي لصوت الاخوه المتصلين السابقين، ان احنا منذ ان نشات القنوات امثال قنوات الشارقه والقنوات الدينيه نلاحظ ان معظم العلماء والمتحدثين كلهم يتحدثون بصفه فرديه، كل واحد في مجاله. احنا نشأنا على دائرات تسمى دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف وخلافه، هل لنا ان ننشئ دائرة تسمى دائرة المعارف الإسلامية؟ دي ناحية. الناحية الثانية كمان، هل لك ان تنشئ برنامج يتلمس المواهب اللي كانت موجودة عند الصحابة، المواهب الفزة، ان احد الصحابة تعلم لغة في خلال 15 يوم، لغة كاملة يتحدث باسم اهلها، والمواهب العملاقة اللي كانت موجودة تصديقا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان انتم حظي وانا حظكم. الصحابة الاول دول اكيد ربنا سبحانه وتعالى اختارهم لعلم ولعلة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لابد ان تبرز بصوره وبطريقه لا تكون مجهودات فرديه من شخص او من عالم او خلافه. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمع الامه على كلمه واحده يا رب، ويجزيك الله جميعا والجميع كل خير يا رب ان شاء الله. يا رب سيدي. شكرا لك دكتور طه، وشكرا على الاجازه والافاده. وحقيقه يعني المناداة بانشاء دائره معارف اسلاميه وعمل برنامج لاكتشاف المواهب اللي كانت موجوده عند الصحابة الأول الرائل الأول، هذه فكرة في منتهى الجمال بصدق. سأتبناها شخصيا بإذاعة الخير والعطاء تلفزيون الشارقة وإذاعة الشارقة إن شاء الله، وحتى نعيد جيل الصحابة ونعمل على بعث يعني خلف لجيل الصحابة موجود إن شاء الله. دكتور خالد يعني لا بأس أن نسير على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع معهم؟ هذه فكرة كانت تراودني كثيرا حقيقة يعني. إن شاء الله في العام القادم في دورة 2009 ترى برنامجا جديدا. دكتور طه شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أحمد بن عجمان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا مش عارف أقول إيه غير بارك الله فيكم وبارك لكم وحيي تلفزيون الشارع على البرنامج ده. بصراحة تقديم رائع، رضي الله. ديكور وضيوف ومذيع لا ينقصه غير إن شاء الله الاستمرارية ومشاهد وأتممت. الله يخليك. انا هخش في الموضوع. انا عندي نقطه صغيره بتجيني كتير، مجموعات كتير اسلاميه على الانترنت بتبعت وبتتناقل، وطبعا الانتشار واسع جدا على الانترنت، ودي نقطه انا بوجهها الاخ اللي اتكلم عن دائره المعارف الاسلاميه واللي قبليه عن مجلدات او توثيق للاحاديث والسنه. انا يعني انوه ان الموضوع ده لو اتعمل على الانترنت وفي مواقع كتير ممكن تساعد في ذلك ونستضيف هذه الاشياء زي موقع النبي او الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتعمل حديثا، او مواقع كثيره يعني اسلاميه. نعم. ربنا يبارك فيهم. يعني النقطه اللي انا كنت عايز اسال واخذ راي الشيخ فيها،
تنقل أحاديث الموضوعة عن الدعاء، الدعاء المكتوب حول العرش، الدعاء المكتوب الذي إذا دعيت به يعني تأخذ خير الدنيا والآخرة. وأنا رجعت يعني ليس دعاء واحد، هي مجموعة كبيرة من الأدعية صراحة تنقلتها الإنترنت عن طريق الإيميلات، وطبعا كل واحد بيلتمس الخير فبيطلب من الذي أرسل له الدعاء أو الذي أرسل له أي موضوع ديني أن ينتشر هذا الموضوع ويتنقله إلى كل المجموعات المسجلة عنده في الإيميل. فدعاء العرش وبعض أدعية أخرى يعني أنا من وجهة نظري وأريد وجهة نظر الدكتور أو الشيخ أن هذه الأدعية تخرب مبادئ الدين الإسلامي. أحد الأدعية يقال أنه دعاء مكتوب على العرش، من دعا به ولو مرة واحدة في حياته يأخذ خير الدنيا وخير الآخرة ويرزق في الدنيا وكما رزق قارون ويرزق يعني وكذا وكذا، يدخلون الجنة في الحديث ليس مجرد الجنة في آخرة لكن العرش الرحمن يأخذ في الدنيا حظا وفيرا ويغفر ذنوبه وكانت كجبل أحد. يعني عايز اقول لحضرتك ان خلاص وارسلوا الى 30 من اصدقائك على الموبايل وعلى اس ام اس تاخذ مليار حسنة و420 مليون موضوع الحسنات ده شيء مطلوب منه، لان فعلا اللي يعني انت انا لو دليت حضرتك ودليت 10 اخرين على خير او ذكرتكم بذكر الله سبحان الله الحمد لله فلي الاجر ولك الاجر. احسنت. لكن انا شايف ان الادعيه دي بتمس قلب الدين الإسلامي ألا وهو التواكل التواكل التواكل. الآن سيستسهل الناس لو صدقوا هذا الكلام، يستسهل الناس أن يقوموا بالمعاصي والكبائر ويقول عندي الدعاء أعمل وأدعي، هنوصل لمرحلة أن إحنا الجماعة زمان في أوروبا لما كان عندهم سكوك الغفران بما معناه يعني ده انا عايز اوصله. صحيح احسنت يا اخي احمد. نعم اعمل المعاصي وروح لهم اديهم ما يطلبون ويدعونك بالدعاء ويغفر لك وتصبح كما ولدتك امك. صحيح يعني وصلتنا رسالتك وهذا شيء طيب اخي احمد. شكرا لك. شكرا. بارك الله. يعني نجيب على هذه المجموعه دكتور خالد حتى لا يداهمنا الوقت. نعم ناخذ اخر مكالمه. الدكتوره نجوى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا دكتوره نجوى دياب. ازي حضرتك دكتور خالد؟ مرحبا اهلا وسهلا. منورين في البرنامج والله. بارك الله فيك يا دكتور. بارك الله فيك. الحقيقه برنامج رائع. انا بحيي قناه الشارقه على البرنامج ده. بارك الله فيك ان شاء الله يستمر. ويا ريت يعني لينا طلب انه ممكن يكون اكثر من مره في الاسبوع، فده ممكن دكتور محمد؟ والله يعني ممكن يكون اكثر من مره في الاسبوع يعني ما شاء الله ربنا يكرمكم. يعني ربنا يكرمك دكتورة بإذن الله. نرفع أمن الإدارة بإذن الله تعالى وستجدين ما يسرك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا لي سؤال الحقيقة يعني برنامج رائع، بس كيف لنا أن نفعل خطوات هذا البرنامج إلى خطوات إيجابية؟ يعني ما شاء الله يعني البرنامج خطوة على الطريق، طب كيف أن نفعله إلى خطوات فعالية لتنقية ما التزوير والتحريف في تاريخنا العربي والإسلامي؟ نعم الدكتورة معنا الدكتورة نجوى دياب الرئيس التنفيذي لأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير نرد. طيب يا دكتورة أنت تفيدين يا دكتورة يعني احنا يعني معك تفيدين يعني حضرتك تفيدين في هذا الموضوع. لسه الآن من بضع اتصالات يعني أحدهم كان يتحدث عن الأمور الموجودة على الإنترنت، يعني أنت لكم باع كبير في هذا الموضوع، ماذا تستطيعون تقديمه لخدمة التاريخ الإسلامي والدين الحنيف؟ احنا على اتم استعداد للتعاون الحقيقه ولتحويل خطوات لخطوات فعليه. يعني شوف احنا نقدر نقدم ايه واحنا تحت امركم الحقيقه. لا حضرتك تشرفينا في البرنامج، نبحث سويا هذا الامر حتى يكون ما تقولينه وعد امام الله وامام كل المشاهدين والمستمعين الاحباب. وانا فعلا عندي وعد ان شاء الله باذن الله لتحقيق الفائده العامه ان شاء الله باذن الله للامه العربيه والاسلاميه. نعم. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اثرها بعد اذن حضراتكم المسلمين الجدد. يعني هناك بعض المسلمين الجدد لم يعلمون عن الدين الإسلامي كما يجب، وديت حصلت معايا أنا شخصيا. كان في مؤتمر من المؤتمرات ووفد من إندونيسيا موجود، فأنا فوجئت إن هم بيشغلوا بيبتدوا البرزنتيشن بتاعتهم بآيات قرآنية وبالتالي وراها خلفية موسيقية. موسيقى؟ موسيقى خلف القرآن. سلم يا رب. علشان يدخلهم في التعايش والتعاطف مع القرآن بيشجعهم.
الحاجة الثانية لما سألته قال ما احنا عندنا في المساجد كده ان هو بيشغلوا اغاني ام كلثوم وفريد الاطرش على انها تواشيح دينية. الاغاني في المساجد في اندونيسيا؟ الاغاني في المساجد في اندونيسيا وبشفت ايوه بتشغل في الاذان في بعد الاذان او قبل الاذان على انها تواشيح دينية. نعم. فكيف لنا ان نمنع هذا؟ لله الامر. ان لو استمرت خلاص هتبقى عادة. صحيح. يعني عايز اقول لحضرتك انه كان واحد فيهم بيعرض ندوة دينية بيعرض القرآن الكريم وبيحفز الناس على اصوات موسيقية ترانيم موسيقية. كلنا استأنا طبعا من الموضوع وحاولنا نناقشه ولكن هو مقتنع ان هو دوت الوضع الطبيعي. انا خلصت اسئلتي وجزاكم الله خير وانا عندي وعدي وعلى استعداد تام احنا الاكاديمية الوطنية للتعاون مع البرنامج ومع ادارة قناة الشرق. شكرا دكتورة نجوى. احنا نوجه لحضرتك دعوة بإذن الله تشرفنا في البرنامج ونبحث أوجه التعاون وأفق التعاون لخدمة. دايما متألق كده دكتور محمد في برامجك. شكرا دكتورة نجوى. شكرا يا دكتورة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كثير من حضرتك. بارك الله فيكم. الله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا سيدتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل يا دكتورة. يعني شكرا للدكتورة نجوى وإن رقتنا مرتقا صعبا فلم نحصل على الدكتوراه بعد ونعتبرها فأل طيب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. عرض طيب حقيقة من الدكتورة نجوى وعرض عملي وسألت سؤال كيف نحول هذا البرنامج إلى شكل عملي دكتور خالد؟ نعم إلى بثلاثة أمور وهي أيضا فيها إجابة على بعض إخواني وأحبابي وأشكرهم على المداخلة. نعم. وأنا دائما أؤكد عليها التوثيق قبل الإرسال لأي معلومة لأن الذي أشاع الفوضى في الأمة عبر الحاسوب بعثر جهود العلماء عبر سنين طويلة كل هذه الأجيال من العلماء الثقات والمحدثون والأئمة والفقهاء تبعثرت جهودهم بسبب هذا الجهاز لأن أشيعت الفوضى عن بعض من يسمون بالدعاء أنهم يشجعون الناس على الطاعات وهذا لا شيء فيه لكن قبل أن تطيع الله لابد أن تعبد الله بما شرع لا بما تهوى ولا بما يستحسنه هواك. ماذا نفعل؟ أؤكد على هذه النقطة التوثيق قبل الإرسال حتى لا تقع في محظور نهانا عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أين نأخذ الدين يا دكتور؟ وأنا لا أظنهم متعمدون ولكن لعلهم فقط ما لو سكت من لا يعلم لانتهت الفوضى يا دكتور. لكن يعني ربما هذا السؤال موجود عند عموم المسلمين وأنا أولهم ممن نأخذ؟ هذا النقطة الثانية وهي سؤال العلماء التوثيق قبل الإرسال يعني لا ترسل دعاء إلا إذا ذكرت من رواه وفي أي كتاب إن لم تعلم جيد. فاسأل العلماء حتى إن علمت في أي كتاب وعلمت صحة الحديث عليك أن تسأل العلماء لعله منسوخ لعله منسوخ بمعنى أن هذا الحديث تغير. قد ألغي العمل به وجاء حديث آخر نسخه مثل بعض الأحاديث التي قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام في النهي عن شيء ما ثم بعد ذلك رخص لهم. هناك مثلا أحاديث في النهي عن زيارة القبور بعد ذلك رخص لهم في زيارة القبور. هناك بعض الأمور قد تفهمها على غير محملها. يعني إذن دكتور خالد الأمر في الحديث في الدين الخوض في حديث الدين ليس بالأمر الهين في غاية الخطورة يعني أما تفضلت به لأن ربما يكون الكلام بالفعل منسوخ. نعم يعني أو لا يتكلم في الدين أي أحد أي أو أي أن يفهمه على غير على غير على غير معناه مثل يعني هو يحتاج عقلية معينة تربى على يد عالم معين بالضبط. يعني الأمر إذا جاء في الكتاب أو في السنة هل هو على الوجوب ولا على الندب؟ أنا سأعطيك آية واحدة وإذا حللتم فاصطادوا بمعنى أن الذي كان محرما بالحج أو بالعمرة ليس له أن يصطاد إلا فسد إحرامه. هنا لما رب العزة قال وإذا حللتم فاصطادوا بمعنى إذا الإنسان فرغ من نسكه من الحج أو من العمرة هل فاصطادوا بمعنى الأمر أن كل واحد يروح يصطاد؟ ما المعنى هنا؟ المعنى هنا ليس معناه أمر على الوجوب وإنما هو أمر على الإباحة أي يباح لمن أراد أن يصطاد. فالذي لا علم له بالدين ولا علم له باللغة قد يأتي الأمر أو النهي فيحمله على غير محمله. هنا النقطة الثانية سؤال العلماء. النقطة الثالثة ضبط الفتوى. لا ينبغي لأي أحد أن يفتي في دين الله إلا من أجيز له الفتوى وإجازة الفتوى من جهة علمية معتبرة مثل لجان الفتوى الموجودة الآن في معظم البلاد الإسلامية. والله أنا ألزم حقيقة جميع المنابر سواء كانت الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة
ألا تفتح الباب على مصراعيه إلا لمن تثق في علمه وشهاداته الموثقة ومن جهة أكاديمية معتبرة ومعتمدة. نعم، وأنا ما أتصور هذا الكلام حقيقة. هذا هو الذي يحصل. أما الباب يفتح للهواة هكذا يعني حقيقة هذا أمر فيه لغط كثير وفيه ضرر على الدين الإسلامي أيضا. وهذا لابد أن نكون جهة اختصاص ونطالب بإيجاد رقابة حقيقة. نعم. يعني أنا برغم أن إعلامي لابد من تكوين هيئة تشبه هيئة كبار العلماء، تكون رقيبة على بعض المصنفات الفنية الدينية بالذات وتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهي التي تحل وتحرم هذا الكلام. نعم. أما أن يكون الدين وجهات نظر فأعتقد هذا الآن نسمع هذا دكتور خالد. نعم. ويعني وهذا أيضا معظم الأسئلة تتراوح. يعني أخونا سمير رشاد من دبي بارك الله فيه قال إن أبو هريرة لم يحارب ولم يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا سأذكر لك 12 غزوة حضرها أبو هريرة رضي الله عنه. التاريخ يقول لم يحارب. في صحيح البخاري الشبهة ماذا قالوا فيها؟ قالوا أبو هريرة لم يشارك في غزوة أو سرية ولم يحمل سيفا يحارب به في سبيل الله. أبو هريرة شهد فتح خيبر كما في صحيح البخاري، وشهد إجلاء يهود عن اليهود عن المدينة كما في صحيح البخاري، شهد فتح مكة، شهد غزوة حنين، وشهد فتح الطائف، وشهد غزوة تبوك، وشهد غزوة مؤتة، واشترك في قمع المرتدين، وشهد اليرموك غزوة اليرموك، وشهد الغزوات في أرمينيا، وشهد جهاد في جرجان. 12 الآن ذكرتها غزوة وسرية شارك فيها أبو هريرة، وهناك غير ذلك. من الذي يغبنه ويبخسه حقه؟ هو يريد في الحقيقة أن يطعن في السنة وفي رسول الله. هذا مراده. هذا مراده في النهاية، لأنه يلصق به ما ليس منه. نحتاج بالفعل إلى العلماء حينما يقرأ هذا الكلام بعض العوام يصدقون أن أبو هريرة لم يغزو في 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 وهو قد شهد كل هذا في واقع ولا في سرية، طبعا يصدق. نعم. بالفعل. نعم. فأين الرقابة؟ أين مقص الرقيب على من يكتب؟ وأين رقابة الله تبارك وتعالى على من يكتب وعلى من يخط؟ يعني يقول الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنا، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. أحسنت. أخونا محمد من الشرقة طبعا قال سؤال: لماذا التشديد على أبو هريرة كما تفضلتم؟ يريدون الطعن في السنة والسنة أيضا في مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دعا له بالحفظ وهو سيء الحفظ. طيب أختنا، نعم أختنا إيمان من الشرقة والدكتورة نجوى يعني أثار نقطة مشتركة: المسلمون الجدد والإسرائيليات والبدع التي تحدث من تشغيل الموسيقى في المسجد والموسيقى خلف القرآن الكريم، هذا يجوز؟ هذا قمة التزوير وقمة العبث بكتاب الله عز وجل. كلمة للمسلمين في إندونيسيا دكتور خالد. أنا لهم ولغيرهم إن شاء الله. فضل. قابلت رجلا أراد الإسلام، جلست معه ساعة وبعدها نطق بالشهادة، لكن كان أكبر شبهة عنده هي هذه. قال: أنا الآن أدخل فأرى مصادر كثيرة وكتب كثيرة، فكيف أعرف هذا الدين حق أم باطل؟ من أين أتعلم ديني؟ قلت له: ديننا فيه مصدران، كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف دينك لا تعرفه من وجهات النظر ولا من الناس ولا من الرجال، ولكن عندنا مصدرين محفوظين إلى يوم القيامة بإذن الله. فالذي يريد أن يعرف دينه يعرض على هذين. إن كان هناك أمر استحسنه أحد يصطدم مع نص شرعي في الكتاب أو في صحيح السنة مردود عليه كائنا من كان. هذه الأمة ليست فوضوية، وهذه الأمة ليست عشوائية، ولا تقوم على فراغ ولا على ظن وهوى، عندها أصول ترجع إليها، وعندها علماء تسألهم. هذا يتوائم مع أخونا الفضيل أبو مبارك من الشرقة، هنا نادى بالتوثيق والتحقيق، ولابد من عمل مجلد فيه خلاصة الفكر الإسلامي وخلاصة التاريخ مصححا ومنقحا مما فيه من إسرائيليات. أخي محمد، هل هذا الأمر من هذا البرنامج؟ إذا أردنا ثمرة تبقى لي ولك ولقناة الشارقة ونحن سنموت بعد موتنا إلى يوم القيامة، أن تخرج موسوعة يتبناها مجموعة من العلماء الثقات لتاريخ هذه الأمة الصحيح من كتب السنة ومن كتب التاريخ. إن أفلح هذا البرنامج أن يخرج هذه الموسوعة وأن يتبناها أحد من أهل الخير ومن العلماء الأجلاء الأفاضل، يكون هذا البرنامج أثمر ثمرة ليست وقتية في مدة عمر البرنامج سنة أو سنتين، ولكن نرجو ذخرها وبرها وأجرها بعد موتنا إلى يوم القيامة. فهذا علم صدقة جارية، نسأل الله أن يكون في صحائفنا. فهذه الثمرة التي نرجوها إن شاء الله من هذا البرنامج، أن تخرج منه موسوعة صحيحة كما الآن تبنى العلماء. وتمدنا بما أتيت به في البرنامج إن شاء الله. نحن صدقة نحن لله.
خدم لدين الله، ونسأل الله أن يقبلنا جندا من جنوده. كما بذلت الجهود بيدي. أحسنت، كما بذلت الجهود الآن في السنة، فأصبح عندنا موسوعة لصحيح السنة، نريد أن يكون عندنا موسوعة لصحيح التاريخ. من أراد أن يعرف التاريخ نقول له هل راجعت هذه الموسوعة؟ إن كان فيها نقبل منك، وإن لم يكن فيها نقول هذه كلها ترهات وظنون افتراها الآخرون لتشويه صورة أعظم جيل بنى خير أمة وكان له بصمة في تاريخ البشرية ويشهد له الأعداء والخصوم قبل الأحباب والأصدقاء. أحسنت، بارك الله فيك. هذا توأم مع كلام أخونا الفضيل دكتور طه من السعودية، وأبو مبارك أيضا، بارك مبارك الله أيضا. أشكره على هذا أخونا أبو علي. شكرا لك أخ أبو علي على مدحك وشكرك في البرنامج، وإن شاء الله يترجم بإذن الله تبارك وتعالى، نرفع الأمر للإدارة. أخونا أحمد من عجمان، مسألة تناقل الأحاديث كما رددت عليها التوثيق وسؤال العلماء وضبط الفتوى. وضبط الفتوى، نعم. وليصمت من لا يعلم الفتوى، نعم. أنا يعني حديثنا معك طويل ولكن وقتنا انتهى، ونشهد الله سبحانه وتعالى أن لا نريد من هذا البرنامج إلا أن نقول كلمة طيبة بها نلقى الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. شكرا لك وتقبل الله منك. أشكرك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، كما قال ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، نداء لكل المسلمين، لابد أن يتشاركوا معنا في هذا البرنامج من يكتب التاريخ، كل على قدره وكل يضرب بسهمه، والمجال مفتوح للسباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لإخراج موسوعة تاريخية صحيحة ومعتمدة لدى أبناء الأمة. هل تحب الله عز وجل؟ هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعت لحب الله؟ وماذا صنعت بحب النبي؟ ستسأل يوم القيامة، فأعد له جوابا وليكن صوابا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موقف زمان، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.